النبي محمد عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة، احفظ هذا الرقم. قبله النبي عيسى ابن مريم عاش 33 سنة وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ ومبشرا، طبعا الكلام لسيدنا عيسى، قال لبني إسرائيل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن هنا اسم أحمد ورد في القرآن. دقق معي جيدا أخي الحبيب، الكتب السماوية ثلاثة، سيدنا عيسى جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، لأنه قال: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن أصبح لدينا ثلاثة أرقام: الكتب السماوية الثلاثة، التوراة والإنجيل والقرآن، وعمر المسيح 33 سنة، وعمر محمد 63 سنة. دقق معي وتأمل هذه الحقيقة الرائعة، لو قمنا بعد الكلمات، المسيح ماذا قال؟ ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. عددنا الكلمات من اسم أحمد وما بعد اسم أحمد إلى نهاية القرآن، بالضبط سنجد من عند اسم أحمد إلى آخر القرآن عددا من الكلمات يساوي 33 عمر المسيح، مضروبا في 63 عمر محمد، مضروبا في 3 الكتب السماوية الثلاثة. لا نملك إلا أن نقول سبحان الله.